السلام عليكم يا جماعة، أنا أي هيت يو جيمنج. النهاردة هنلعب مع يوسف جمال للتاني مرة في ستنا. هو مش هيحط مايك، مش عارف ليه، بس احنا هنلعب ضد بعض. يلا انا النهارده مش بلعب بالاكونت بتاع روكيت ليج اللي هو يعني الاساس بتاع روكيت ليج، بلعب بالاكونت بتاعي عشان احنا مشترين روكيت ليج سكند دي. عشان تخليك باسمك يا معفن، هو كل مره بتلعب بروكيت ليج يا معفن. بط اوتو 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 ما عنديش اي حاجه في هنا. انا مسار من الجمال. ايه ده؟ ايه ده ملك؟ فيها غلط. اللي تقيلة البوست بالاو. ايه ده؟ ده محسس ان في 2005 2015. اللعبة كانت في 2015، كانت غريبة كده فيها. طب اعمل لها بس كده اوبشن يعني. حاجة ثانية؟ لا هلعب عادي بقى. مش عارف. عندك شغال عادي صح؟ لا الكورة عندي كمل. ايوه ده كله يلا موقفها عشان تشوف. ماشي بص وقفتها. ايوه انا بقولك اه برضه. اظن ما كنتش فاكر انك بتقول حاجه. العب فاكرك بتوقف عادي. اكسبيديشن فيها حاجه غريبه غير لما لعبنا اخر مره مع بعض ساعه الفيديو. ايه يا ابني في ايه؟ يا ريخي كنت والله كنت بتاعتك. ايه الرن؟ كانت بتاعتك كان جول. يا عم مارتن لا حمادة عماصة. يا ابويا ايه ايه جوندا. ايه جوندا. انت شفت اللي حصل؟ انا مش عارف. بص اللي حصل. بص بص انا خدت بالك انا زقيتك عشان حرام غشاش. ليه بتكسب ده مش عليا يا بابا؟ لا خلاص. حمادة لا يا حمادة. ده طفل. يا ابني المخصوصة. جول. اديها لك. جول. بص بص هعملها ازاي؟ بص مديها لك على فكره. دي المفروض تيرتل. قال لك ايه في كسير؟ انت كسير ده مش عليا يا حبيبي. بقول لك ايه؟ ايه؟ محظوظ ولا مش محظوظ؟ قولها انت بس. خلي بس نقول لهم هاتلك على شكل
محظوظ ولا مش محظوظ؟ أنا؟ أه أنت؟ مش عارف، كله بالبيتزا. ياه، ده أنا بقى أسجل بقى على طول. كل ما بسجل بكسبك. ده انا هبقى اسجل بقى على طول. اه يا جماعة، انت بتجيلي روكت ليج هيبقى كل يوم جمعة، وهبقى هعمل لايف ستريم. بص بقى، بص الحظ بقى. لا ده انا هسجل بقى فعلا على طول. يا اخي البيت كده حاضر. على فكرة انت كان ممكن تدخلها في نفسك. الكورة عاملة كده ليه بجد؟ يا كفتاجي، يا كفتاجي. تجيب حاجة؟ ده اسمه جون حفظ. ماما يا كفتاجي، ايه اللي كفته اللي فيها؟ بص بص، مش فاهم ايه اللي كفته من خمس جوان. لا العب تاني، العب تاني. ايه الكفته اللي انت فيها دي؟ اربعه منهم كفته، اربعه منهم كفته وانت عارف. يا جماعه احنا كده هنلعب ماتشين. اربعه منهم كفته وانت عارف. ماتشين سكت ونص الماتش ده وتمشي وتروح. اوتو اوتو، مره كده مره كده كده. يا جماعة العربية لسه جاية من الأكونت الجديد. إيه ده؟ مالها العربية دي؟ مالها العربية دي؟ مالها؟ لازم نلعب الأوكتين بقى على طول. والله 5-2. 5-2، أربعة منهم حظ وأنت عارف. جماعة أنتوا لسه شايفين في الماتش اللي فات هنلعب ماتشين. إن هو بيتلكك. بيتلكك. العربية دي مفيهاش فرامل. يخرب هو كل وماتش أول ماتش. لأ أنا بلعب بالله حبيبي. اعمل ايه ده ايه ده ايه ده، كنت بعمل حاجة والله. مستنيك على فكرة. انا اللي بطيء. دي ترتل ترتل، بما اني بص اعملها بضهري. لو كنت جبت ايه؟ دي اتنين. اللي يجيب تلات اجوان اولا يكسب. وايه العبط؟ ايه؟ وايه اللي تلات اجوان اولا يكسب؟ اه يعني لا يعني فاضل. لا يعني ايوه انت مش فاهم. اللي يجيب خمس اجوان يعني احنا اتنين لسه فاضل لنا التلاتة. ناخد بوست نستنى الكورة. يا عيني مش بول على فكرة، ده مش بول.
بص انا اصلي انا اللي عاملها غلط، انا اللي عاملها غلط. مش شفت دي قال لك رقصتك امال انا عملت ايه؟ انا خمسه ايه ده؟ انا خمسه ابو كفته علم حماده علم تعلم ابو كفته بوم بوم دي المفروض عرض يعني دي عرض لا جول لا يشوف كورك كامله جوه يبقى جول انت بتسرع مني تبص ليه؟ ان احنا الاثنين يا لهوي لا دي كوسه بجد دي مش دي كوسه سؤال بس ماشي دي كوسه بس انا بس بصك الجول يا ابني مش بصك الجول اصلا اهو ما كتبش بصك الجول مش ما هو ما فيش حاجه اسمها بصك الجول اصلا مش عادي انا بصك الجول وانا جبت جول وانا جبت برضه جول يا عم كفته اللي يجيب جول يكسب كلها كفته اللي يجيب جول يكسب هو فاكر الساعات لما هو يعني يعمل كده انا مش عارف اخد الكورة يلعب عكوزة يلعب عكوزة مبروك يا عم حلوة بص حلوة يا لهوي حلوة والله ما حلوة ولا في أي حاجة والله جامدة يلا مبروك وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة 5-2 و5-4 حطيت على حطيت على يوسف طب ثانية بس مجموع اللي جوان كام؟ أنا 9 طبعا 9 بس أنت يا سنسة أنت كام جون جبته حظ؟ ولا واحد يا جماعة حددوا لنا مين اللي جاب الجوان كوسة يعني كام واحد هم اللي هيحددوا مش احنا وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة كان معاكم اي اتش يو جيمنج ويوسف جمال